في تقرير لزميل صالح الزهراني من صحيفة عكاظ أعتقد، خلينا نشوف سوا والزملاء قروا منه بعض التفاصيل وناخذ رأي أستاذ صالح الحمادي فيما جاء فيه. تسعون دقيقة، هل تحسم تنافسا استمر 12 عاما بين السعودية وروسيا؟ إنها المستديرة المجنونة التي اختارت السعودية لتكون أول دولة عربية تخوض افتتاح كأس العالم أمام الدولة المضيفة، وهي مواجهة كانت تبدو من وجهة نظر السياسيين والاقتصاديين مجازفة قبل التحول الكبير الذي حدث في العلاقات بين البلدين في الفترة القليلة الماضية. وتمثل مواجهة البلدين في ليلة عيد الفطر المبارك 30 من رمضان لقاء كبار وعمالقة، لأنها تجمع بين الدولة الأكبر اقتصاديا في الشرق الأوسط مع روسيا التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتملك تأثيرا كبيرا لا يمكن الاستهانة به.